في ظل الأزمة التي تسبب فيها انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، اتجهت العديد من مقاولات النسيج بالمغرب إلى إنتاج الكمامات للاستجابة للطلب الوطني عليها، متطلعة في خطوة تالية إلى الأسواق الدولية. وإذا ما تم إعطاء الأولوية لإنتاج كميات كافية من الكمامات ذات الاستعمال الوحيد، فإن ذلك لم يمنع عدة مقاولات من تخصيص خطوط إنتاج لتوفير كمامات قابلة لإعادة الاستعمال، وهي التي زاد الطلب عليها من ضفتي الأطلسي على حد السواء. وضمن هذا السياق، انخرطت شركة آيتكس المتواجدة بالمنطقة الصناعية لساسفة بالدار البيضاء، انخرطت في المسار ذاته من خلال إعادة توجيه إنتاجها للمساهمة في تلبية الطلب الوطني المتنامي على الكمامات والرفع من مخزون المغرب من هذا المنتج. شركة آيتكس اليوم وصلت لواحد لا برودكسيون كوتيديان ديال 70,000 ماسك، وإن شاء الله كنتمنوا أننا نوصلوا ل 100,000 ماسك يوميا. ان شاء الله كنتمنوا ان المجال ديال التصدير يتفتح المجال في اقرب الاوقات. طبعا كاين واحد الطلب كبير من بلدان كمثلا فرنسا، عندها اليوم واحد الطلب ديال 2 مليار ديال الكمامات اللي غادي تحتاج في لو بوست كونفينمون. اذا ان شاء الله مورا البوست كونفينمون يكون واحد الطلبات كثيره ديال الكمامات، وكنتمنى ان شاء الله إيتكس تكون حاضره بقوه داخل وخارج ارض الوطن. وبموقع الإنتاج بالشركة هناك إحساس قوي بأن هناك التزاما أكيدا باحترام تدابير الوقاية والإجراءات الحاجزية، فالمسألة تتعلق هنا بتوفير الحماية القصوى للمستخدمين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من الكمامات الواقية ذات الجودة العالية. وقد تمت إعادة فتح الوحدة المتواجدة بالسوق الوطنية منذ حوالي 40 سنة لإنتاج الكمامات الواقية المخصصة للاستعمال العام والمتعدد حسب معيار المعهد المغربي للتقييس.